أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوهنة العاشرة 10th unit. الجو the weather. الدرس التاسع والثمانون 89th lesson. التدريب الثالث 3rd exercise. اقرأ الفكرة. Read the paragraph. ثم أجبني الأسئلة. Then answer the questions. Okay, Mr. Yassini, read this. نعم، أوكي. هذا فصل الصيف، الجو حار في الرياض، هذه الأيام درجة الحرارة 40، مالك لا يحب الحر، يذهب مع أسرته إلى باكستان. تذهب الأسرة تذهب بالطيارة الأسرة تذهب الأسرة تذهب بالطيارة الأسرة أوكي تذهب الأسرة تذهب الأسرة بالطيارة بالطائرة بالطائرة يقضي مالك مع أسرتي شهرا في باكستان الجو معتدل هناك أي فصل هذا؟ هذا فصل الصيف Miss Sandhya, you answer these questions. Miss Sara. Yes, sir. I need to answer these questions. Yes. أيُّ فصلٍ هذا؟ هذا فصل الصيف. كيف الجو في الرياض؟ الجو حار في الرياض. كم درجة الحرارة في الرياض؟ درجة الحرارة 40. هل يحب مالك الحر؟ لا يحب مالك الحر. أين يذهب مالك مع أسرتي؟ يذهب مالك مع أسرته أسرته بالطائرة. أسرته بالطائرة. إلى باكستان أين من وير؟ إلى أوكي. So I was saying this question, sir. Aina yazhabu malikun ma usrati. Yes. Translate this question. Malikun. Okay, sir. Aina yazhabu. So where is he going? That is Where is Malik. Malik going? Where is Malik going with his family? Yazhabu malikun ma usrati ila Riyadh. La Pakistan. 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 I have a question, sir. In Arabic, there is no P, right? Yes, correct. So I have to say Pakistan, right? Instead Yes, of Pakistan. correct. Okay, sir. Kaifa tazhabu ilal Pakistan? Yazhabu. Yazhabu. Okay. Yazhabu ilal Pakistan bitta'ira. Kam shahran يقضي مع أسرتي في باكستان. I'll just tell you the answer. يقضي مالك مع أسرتي شهرا في باكستان. كيف الجو هناك؟ الجو هناك معتدل. معتدل. Okay, Miss Sara, read this. This okay. هذا فصل الشتاء تركيا باردة جدا
في هذا الفصل. صالح لا يحب البرد، درجة الحرارة تحت الصفر في الليل. العطلة بعد الأسبوع، سيذهب صالح إلى مكة للعمرة والصلاة في المسجد الحرام. الجو دافئ في مكة هذه أيام. مستر ياسيني، answer this. Yes. Okay. أي فصل هذا؟ هذا فصل الشتاء. كيف الجو في تركيا؟ تركيا باردة جدا في هذا الفصل. باردة جدا، nothing else. تركيا باردة جدا، full stop. Okay. تركيا باردة جدا. كيف الجو في... Okay. كم درجة الحرارة في الليل؟ درجة الحرارة في الليل تحت الصفر. هل يحب صالحا فصل الشتاء؟ لا. لماذا؟ فصل الشتاء بارد. متى عطلة صالح؟ بعد الأسبوع. أين يذهب؟ سيذهب. يذهب أين سيذهب؟ أنا سيذهب 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 صالح سيذهب صالح إلى مكة. ماذا سيفعل هناك؟ للعمرة والصلاة في مسجد لا، الحرام. in the answer you need to say سيعتمر وسيصلي في المسجد الحرام. سيصلي في مسجد الحرام. سيعتمر، let me write it for you. سيعتمر و سيو سيصلي اوكي. سيعتمر وسيصلي What is the meaning of ستأمره؟ سيعتمر he will perform umrah Okay. وسيصلي and he will pray salah. So what is the root word, sir, of a salah? Salah. It is at no this one, sir. Saatamiru. Sir is denotes will, that Will is in the future. and ya Okay. Tamilu is the verb. Oh, okay, sir. سيعتبر ويصلي سيصلي وسيصلي سيصلي في مسجد الحرام. كيف الجو في مكة؟ الجو دافئ في مكة. Sir, dafiyun is moderate. warm. Warm, okay, sir. التدريب الخامس، fifth exercise، اقرأ الكلمات والنص. Read the words and the text. ثم اكتب الكلمات في الفراغات. Then write the words in the blanks. Miss Sara, use these words to Yes. fill the blanks. Okay. الجو معتدل اليوم. سأذهب الآن إلى البر وأقضي فيه وقتا جميلا. صديقي عمر سيحضر إلى البر أيضا. تركت داش والمزلة. تركت I have to use these words below, sir. These five options. Okay. Okay. Taraktu is I left, right, sir? Yes, correct. Taraktu dash wal mizalla. Mataf? Mataf? Taraktul metaf, Let's go. correct. Yeah, Taraktul Mataf.
والمزلة في البيت. لا تمطر السماء هذه الأيام، هذه البر داش الأيام. هذه الأيام، البر داش عن بيتي، البر. أعيد. So what is the meaning of bar? land Sorry, sir. land open area outside Land, city. okay. Albarru baidun anil baiti. بيتي correct. Correct, sir. Okay. سأذهب بالحافلة وسيحضر صديقي عمر بسيارتي. next انتظرت. أوكي سا. انتظرت الحافلة. انتظرت الحافلة إلى الساعة 10 ساعة صباحا. العاشرة تي أوكي سا. I'll say it again. انتظرت الحافلة إلى الساعة 10 صباحا، وبعد ساعة كنت في البر. البر جميل والجو معتدل. انتظرت صديقي تحت تحت is under dash كبيرة، تحت شجرتي شجرة كبيرة، شجرة شجرة كبيرة. بعد قليل أمطرت السماء. ماذا أفعل؟ إلى أين أذهب؟ أين مزلتي ومعطفي؟ الماء داش السيرة جدا. الماء السيرة ما is water, right, sir؟ يسير كثير. أوكي. ما هو كثير is little. الماء much كثير جدا. الماء كثير جدا. There is a lot of water. Lot of water. Okay. لماذا تركت معطفي ومزلتي في البيت؟ Next. So I have a question, sir, if I can ask you. Yes. What is the difference between Bardh and Bharid? Bard mean cold, like Yeah. it is used for weather, okay? Weather, okay. Usually. And Bharid is used Yes. for things as well, like the milk is cold, Okay. stuff like this. Something like with some in Okay. the winter we touch the chair, it is cold. So any such thing. So if I have to say, sir, Al-Halib Barid Jiddan Okay. and Al-Jawu Bard, Okay. Hunaka bard fil both of them. khalij, which means the weather is cold outside. Okay, sir. Next, complete the third one. Meet it, sir. Yes. Number three, anyone? Can I do it or someone else would want Yes, to opt, do sir? it. Me. Complete. Okay. Me. Okay, you can go ahead. Okay, do it. Anyone can do it. في هذا في الوقت هذا الوقت حضر حضر صديقي صديقي عمر وكانت معه مظلة كبيرة، انتظرنا تحت المظلة قليلا وذهبنا بسيارتي إلى بيتي. في بيتي شربنا الشاي، وبعد ساعة ذهب عمر إلى البيت. Just hold for 1 minute. Okay, anybody answer these questions?
anyone. كيف كان كيف؟ الجو اليوم؟ الجو معتدل اليوم. كيف كيف ذهب؟ ذهب؟ Go ahead. Okay, thank you. كيف ذهب ال so what is this word? المتكلم متكلم. إلى المتكلم إلى البري. So how is it going? متكلم is The person who is speaking, how the speaker okay. went to the land. Okay. Okay. سأذهب الآن إلى البر. But we cannot say this in the answer, we need to change it. Okay. How did the The speaker go answer you to will the say, land? ذهب المتكلم بالحافلة. Okay. ذهب المتكلم بالحافلة. By bus. Yes. Okay, sir. كيف ذهب صديقه إلى البر بالسيارة؟ متى ذهب إلى البر؟ What time did he go to the land? إلى البر أي وقت؟ So what is the time, sir? الساعة 10. Okay, الساعة 10 صباحا. أين ترك المعطف والمزلة؟ تركتهما في البيت. كيف كيف؟ ذهب Go ahead. كيف ذهب إلى البيت بيته ذهب إلى بيته بال بالسيارة. بالسيارة. بالسيارة بالسيارة التدريب الثاني، second exercise، رتب الحروف، arrange the letters، ثم اصل بينها، then join between them، then connect between them، لتصبح كلمة، so that they become a word، كما في مثال، like in the example. Okay. These are the letters. First they arrange them, then they join them and it become a word. Now Okay. Yeah, the make a word using these four letters. Daraja. Next. Rata. I mean. What is this word, sir? تمطروا. تمطروا. تمطر 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 تمطروا. تا أين لام دال معتدل معتدل. then رجف فجر فجر. فجر Correct. then جمعة Correct. Correct, okay, sir. بزخ خبز التدريب الثالث، اكتب الكلمات تحت الصور كما في المثال، write the words under the pictures كما في like in the example. So first word is okay. شاطئ. What shall we write here? خيمة Next. is it a tip? No, خيمة Next. سمك سمك. Next. دجاج Correct. this is شاي no it's قهوة I think قهوة. قهوة شاي قهوة. حافلة سيارة
ناو التدريب الرابع فورث اكسرسايز سل بين كل كلمتين join each pair of two words لتصبح تعبيرا so that they become a phrase كما في المثال like in the example عطلة الأسبوع. Now شاتي which word؟ بحر شاتي البحر. Next. تحت الصفر Next. درجة درجة الحرارة الحرارة. Next. فكرة طيبة. Next. فصل الربيع، فصل الربيع، فصل الصيف. فصل الصيف. كيف صيف. نخمس رتب الكلمات يراين الورد لتصبح جملة so that they become a sentence كما في المثال like in the example المثال the example so we have these three words we arrange them and it become a sentence هذا فصل ربيع this is spring season now make a sentence here using these three words كم درجة الحرارة؟ next هذا فصل الخريف. correct Okay. الجو حار جدا. correct تذهب إلى البر متى تذهب إلى البر؟ correct 30. Okay. درجة الحرارة الحرارة 30. التدريب السادس sixth exercise املأ الفراغ fill in the blanks مما بين القوسين from what is between the two brackets كما في المثال like in the example المثال the example اشرب هذا الشاي drink this tea so you need to choose a word from these two أوكي، هيا نذهب إلى السوق. correct هذه فصل الصيف. هذا هذا فصل الصيف. correct الجو الجو معتد. معتدل الجو اليوم معتدل اليوم. معتدلون اليوم الجو معتدل لليوم. معتدلون اليوم معتدلون اليوم. ذهب الشتاء وذهب إلى البر. وذهب الأحر البر وذهب الحر. الحر. الجو بارد في الشتاء. التدريب التاسع ninth exercise اكتب اللون المناسب للصورة write the appropriate color for the picture so write Okay. the color for this picture So which one أريد أريد؟ ثوبة الأسود. Oh, أريد this one. ثوب أريد الأبيض أبيض. بكم القميص؟ It is how much is the price of the shirt؟ إلى ال So لا what will it be؟ بكم بكم ال القميص الأحمر؟ بكم أحمر. أوكي. القميص الأحمر next أحمر. المعطف الأخضر. الميتف الأسود look at the picture أسود. أوكي. أوكي so the picture I didn't see the picture so sorry. أريد خيار على أريد خيار أخضر. أريد الخيار الأخضر بكم البصل؟ بصل is onion sir. بصل الأبيض. أصفر بكمل بصل الأصفر أصفر is yellow right sir. correct Okay. ترجمة
يسكن في بيت أزرق أزرق. I think yellow. So This it's Asfar, right, sir? let me check all this. So this one is Abiyad. This one Okay, is sir. Amar. This one is Aswad. This Aswad. one is Akhdar. Akhdar. We have these two. Both are Aswad in my opinion. Both are yellow. Okay. Okay, sir. Aswad. Azraq is There is no Azraq Azraq. blue. I don't see any blue picture. Do you see any blue picture? No, sir. Yes. Both are Aswad. اكتب الأسماء الفصولي للأربعة كما في هي في بلدك. Write the names of four seasons like or as they are in your country. التدريب اوكي الحادي سر. عشر علامة exercise. فصل الصيف هارون. Correct. فصل ربيع إذ معتدل. Correct. فصل ربيع. فصل فصل الشتاء الشتاء بارد جدا. بارد جدا. Correct. فصل ال what is خريف. warm, sir? فصل الصيف. فصل الصيف الخريف. دافئ. فصل الخريف. خريف. خريف. اوكي خريف. سر. البنت تكتب. هو يسبح. أهي نائمة؟ هي نائمة. هي نائمة. نائمة. لديهما جواد. لديهما جواد. الراشدون يأكلون. لديهم أقلام. لديهم لديهما. أقلام. المرأة تقرأ. هذه بيضة. هو يأكل شطيرة. هذه بيضة. هذه بيضة. هذه بيضة. هذه سمكة. هذه سمكة. هذا قلم. المرأة تأكل. هما تسبحان. هذا هذه قلم. هذا قلم. هذا قلم. هذا ما هذا؟ ما هذا؟ المرأة نائمة. هذه دراجة. هذه دراجة. المرأة هذه تقرأ. دراجة. هذه هذه دراجة. دراجة. هذه دراجة. الرجل ومرأة. رجل وامرأة. امرأة. Okay, I confuse between woman and mirrors. هو يأكل بيضة. هو يأكل بيضة. الرجل والامرأة هما يأكلان. راشدون. لديه قطة. لديه قطة. القطة القطة. القطة نائمة. 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 الرجل يأكل بيضة. هما يقرآن.
الراشدون يقرؤون. المرأة يجري. المرأة تجري. تجري. الولد لديه حليب. الولد ليس له حليب. ليس لديه ليس لديه حليب. sir, ليس is not or what is it correct sir? ليس. not okay sir. the girls have bicycles. البنات البنات لديها درجات لديهن دراجة. دراجة The girls do not have a bicycle. البنات البنات ليس لديهن. لديها البنات ليس لديهن لديهن دراجة درات. الولد لديه حليب. The boy does not have milk. The boy has The milk. boy has milk. Okay, Has milk. has milk. The girls have bicycles. البنات لديهن دراجات. No, دراجة. الولد ليس لديها ملك لديه ليس حليب. لديه ملك الحليب. البنات لديهن دراجة. الولد لديها حليب. لديه حليب. لديه حليب. They are not swimmer. They are not swimming. هم ليس هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. البنات ليس لديهن دراجة. البنات ليس لديهما دراجة. لا يسبحون. هم لا هم لا يسبحون. يسبحون. الولد ليس لديه حليب. هم لا يسبحون. هم لا يسبحون. البنات ليس لديها دراجة. لديهن لديهن دراجة. anybody any question? No, sir. See Thank you you. all next time, inshallah. جزاك الله خير. مع السلامة.